حد انا شفتي عقايب شفتي محارة البحر بعت لي امواج شلعان ده من وين الاصاحب جدايكم مني ده انا قابلت الملال ملقتش ملتكم ما تبعد عن حياتنا عشان نعرف نعيش نانا برودكشن هيجي اليوم هتفتكروني تندموا وهتقولوا زمان كنا بنسلموا وحسوا باللي كنت عايشوا منكم في يوم عيار مرمي في جمجمتي فرتك وأوجاعي في جسدي سايبة وتركها أنا دكتور جراح لصحابي اللي أزوني لحد ضحكتي يا ريتني أنا ملكها ده أنا من سوري مرمي شبل وسط وحوش حاني في ضهري مع أصحابنا ما يتأمنوش دراعي زميلي في لازمت وشايين بيه عشان ملقاش زميلي ومحتاج لاش بقيت مش باقي على نفسي عشان قدي عملت الناس بكل رجولة اتصفيت وقلت وين منكم انا لازم اصحى وافوق عشان ما بقتش بتفني كلمة يا ريت ده فرحنا والعنار عشان عريسنا الليلة ولع في دمار شعب نسلم في العيد وخطفة الأنصار عزبة سلم أرض الأبطال في ناس كبار تتوب أمين صحاب اللي بيقفولي عشان رجال وأنا في شدة قالوا علي دول أبو الشين أنا غديتي ما صاحبتي صاحب سلكين عشان اصحابي تلقى لي ساعات وساعات ده لو خلصت قروش هيعملوا حكايات ده انا شفتي عجايب شفتي محورات البحر بعت لي امواج شلعان ده من وين الاصاحب جدايكم مني حياتي عبارة عن كس جرح وعذاب وعنوان الكتاب حبيبي سلمني قولوا لي ايه اخركم يا صنف ما بيوفي اسامي كتير على الفاضي هوا غنى ما فيش ده انا قابلت الملل ما لقيتش ملتكم ما تبعد عن حياتنا عشان نعرف نعيش يا قطر الصحبة شحطتنا اخرك فين ده كل حاطه فيك بتلم في الخاينين بنتعرف بناس بتسيبنا في محطة وكل محطة بنقابل وشوش تانية ساعات ما لمحت عن امك وانا مبسوط زعيمة كريمة بالقشطة تحت البسكوت وغمازة سيادتك لبس بيخليني انا دي واقول بموت فيك بقى ابن سوان يشوفوا الحرمة رايينوا على الملكة برني بصحبي قلتينه بموت تعبان ده لو زرنا نام شغلي بيك سهران نفس الاوقات الاقي زميلي في خروجة دوية بنات برني تاني شايفه صادي بن عطار قاعد بيك سنين مظبوط صحبني دايما رجولة كاملة فارس جهد ومشرفنا شعبا دولان ده في الحكايات قائد عالدنيا ده وحملان لوحده كفيل بخصمه طلقته شملان تحية من قلوبنا وطلع للأعلام انت الشياكة والنزهة مؤمن سلام اسلام سلام في أي حاجة ظابط الكلام كفر عبد الجهاد تانية مصنع بارود وأي عوي يجي الدعوة القصد هيموت لعنة تقدير أبو قلبك
عجينة تقلب زو بعد البسطنة مع كم سكينة دم قتل الجي يا جمال شغل علينا العسل يا ابو دنك في يوسف الدلوع من صغره بطل الأجيال كلمته مسموعة بتوع عندنا بالدنيا قمر ومنور أول ما بتزل الحسات بتبات موجود عشان فيها أسد هيجيها بالأيد شعبان سلام من بصة واحدة الدهار حبيب قلبي اللي بعشاه وده بيحير مثال الشق اللي على حق ما يتغير اللي زعله هقتله ده ما استناه